إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وحي نكون حجرني ولي امتحانك أما اختبارك بين نكون حجرني وعن مركا مريني التراكيب النحوية يعني هو دحجرني وعن مركا التراكيب والنحو تراكيب تي النحوية وها كم ذها أين هرنا وصوشة نصحح الأخطاء وحيابها خلط كأصح. ماذا تطلب من الطعام يا فاطمة؟ waxa ku jira baa inuu khalad maxaa doonaysa cuntada tadlubina bay ahayd ha tashrabina shaaya ya ahmed ahmedow shaaha ma cabaysa ama ma cabtaa waxa weeye iyadana hal tashrabu bay ha tashrabu tabanna mu anas baa laga dhigay aakulu thalatha wajbatin fil yawm waxaan cunaa maalintii saddex waqti khaladka ku jira waxa weeye thalatha wajabatin in la jamciyo halka المسجد بعيدة عن البيت يقول جو كفقي هاي بعيدة تهذا كشرتها وحوي خطأ وأنا لا المسجد بعيد عن البيت وهي مسجد كوا مذكر أنا مسافر إلى مكة مكان وصفر يا البالغ لي المكة واسم علامة لم أجل يقل أنا ذاهب للمسجد مساجد كان تجيا إلى المسجد واكو أنا سيد مركه ربا إنك استو لامكو بمعنى إلى نقضه إلى المسجد ينتظر أنا ذاهب معك مركا ينتظر بوري انتظر بياهيد إن فعل أمر قدقو وانكو راعيا أكمل واحد لما يسترتا بوضع الكلمة الصحيحة واحد قد لما يسترتا إنا ديكتو كلمة صحة أهيا كوهبون مما بين القوسين لبدا قولاب لبدا قولاب أما لبدا حريق اسكو لابن واحد دحضو دركتا كلمة ده هل كاكو جرتا تاكو هبون هل أنت مريض يا مريضة تنبا كو قرن هل أنت مريضة تنبا نركارن سيا فاطمة وقف دمرة أنا ذاهب وحن تغيا هل كا إلا با قرن فينا ويقرن تهي مركا إلا دا لقو بحنيا إلى المسجد ما انتغيا أين تصلي الجمعة هل كي أتكت كريسة هو إيا أنت باقران أنت باد قليني سواء مخاطب غفق الله الله سام هل كي أتكت كريسة أدوه إيا هل مبكرا بها لكا قران تستيقظ ميا توستا هل كاو إيا سيدا قراني استيقظ نوي قران تهي أو توسة دي بذكرة دي سؤالة وحالورنا يا هل تستيقظ ميا توستا مبكرا أو تستيقظ بها لكا بوحنسة إلى أين أنت إلى أين أنت وي إلى أين أنت يا فاطمة فاطمة مركا مسافرني مسافرة تنبا قرن لوضك صحة قلي بالو قلي هاي مسافرة تنبا قصحة إلى أين أنت مسافرة يا فاطمة هل كي تقيسا ثالثا القراءة مركا وقيمت ستحاضة وأخرس وقيمت ستحاضة اختبار كما امتحانك اقرأ الفقرة انتا قوسا كا اسكوح لنا هذا الكا أغري ثم أجيب كو جواب سؤالها صوص عضا بالنعم بات كو جوابي نعم مركا واحد كو جوابي كرتا ان العلامه الصح دكتو اتاسان نعم نقريسا او بلابات كو جوابي لا واحد كو جوابيسا مركا ما يورديسو علامتنا غلط. محمد محمد من مصر وحو كيد مصر دلك مصر هو مصري وان مصري اه محمد محمد مسافر وحو اسفريا او اسوتين الى مكه مكه لصلاه سوغ سو توكدو في المسجد الحرام مساجد حرمه يا شرفت بدن سيسافر الى مكه مكا وحو قصفر الدونا بالحافلة بصبو الرعية سيسلي وحو كتكن دونا محمد المحمد
في المسجد مساجد كنت كنت أنا الحرام شرفت بدن الصلوات الخمسة صلاة الشنطة أو كلا الفجر صلاة الصبح والظهر صلاة الظهر والعصر صلاة عصر والمغرب صلاة مغربك والعشاء صلاة عشائك. محمد محمد ذاهب وحتجيا إلى المدينة مدينة تجيا يوم الخميس ما لنت خميسة سيصلي وحكت وندونا محمد محمد الجمعة صلاة يوم ما لنت الجمعة صلاة الجمعة وحكت وندونا في المسجد في المسجد النبوي مساجد النبي إن شاء الله أنت صور من واحد إلى هاي دون مركب محمد من مصر أي كيم أنت صاحب على رجيا محمد مسافر إلى مكة والمدينة لا صور قريب marka ila makka toon bay no qornayd halka hore daahibun ba madina ku qoran dabeedna taa qalad ba la saaraya muhammadu musaafirun bis sayara taksi yar ama baabuur yar tagaa sidoo kale ayuu ku safraya taa qalad ba la saaraya bil haafilati bas buu ku safraya sayusalli muhammadu salawati al khamsa fil madina ayuu ku tukan doonaa salaada shanta magaalada madina taana qalad ba la saaraya oo waxa ay ahaysanta wuxuu ku tukanaya fil masjid al haram bay ahay محمد ذاهب إلى المدينة يوم الجمعة وحتجد دورا محمد ما لنت الجمعة أي مدينة تجد دورا ثان قلت بالو قرية صوت يوم الخميس بتجي يا بيهيد سيصلي محمد الجمعة في المسجد الحرام ومحمد كنت كن دورا صلاة الجمعة مسجد كحرام ك ثان هو قلت مركب فقرة لا يجو أو حكوت كن المسجد النبوي محمد محمد مسافر إلى مكة للصلاة محمد وح أسفر يا مكة سو كنت كدو تاسيه دوا صح محمد المسافر إلى مكة مع الأسرة وحو كحيسنا يا قيس كيسة أيس راعي أنت سنة وقلد وقيس كل موسعون الوحدة السابعة قيبت التضباط والدراسة وحي كشي كينيسا وحبر الشدق العرض واسو بندك الحوار الأول وحوية دوضة أما وضع الشيكيسي كوبات ووضع الشيكيسي كوبات انظر واستمع وأعد إيك oo maqal oo dhageyso oo ku soo celi qaanim ninka la yiraahdo ayaa yiri unzur eeg ila lawhati balboorka eeg iqra ila jadwala ad-daraasiya waxaad eegtaa jadwalka waxbarasho ee xisaduhu ku qoray yihiin qaaliba ila ad-daraasatu khamsatu ayyam waxbarashadu waxa weeye shan maalmood fil usbuuc weegi qaanim toddobaadkii shan cisha waxa la dhiganaya labada waa fasax qaanim wuxuu yiri nacam ha waxay kale yihiin yawm sabt maalinta sabtida ويوم الأحد maalinta axada ويوم الاثنين maalinta isniinta ويوم الثلاثاء maalinta salaasada ويوم الاربع ويوم الاربعاء يا maalinta arbacada غالب غالب باي غالب وحو يري العضلة يوم الخميس فصح هو maalinta خميسه ويوم الجمعة يا maalinta جمعاده غالب وحو اكتب وحن قريا المواد الدراسية ما دوينك وبرشو يلا برنيا ايام قريا غالب وحول الثقافة الإسلامية أكتب أكتب قر المواد الدراسية تقرب كل غالب أرني غالب على الثقافة الإسلامية وحبر الشدة يا قنط إسلامية ما دوي واللغة العربية مدن هو اللغة يا في عربية والرياضيات مدن هو حسابته والعلوم مدن هو ساينسكا والحاسوب مدن هو كمبيوتر كالو برتار غالب وحول متى تبدأ الاختبارات قرمة بلاميان امتحانه غالب وحول في شهر شعبان بش شعبان بي بلا ميان غالب غالب بعد في شهر شعبان غالب بعد ومتى ينتهي قور مضمانه يا العام الدراسي سنه دوكسيتك يا سنه وخبرشد غالب وحول في شهر رمضان بش رمضان مضمانه يا غالب بعد العضله ثلاثه اشهر فصح وحوي صدح معلومات غالب وحول الحمد لله الهي با مهدله العضله طويله ودارت هاي فصح وديري هاي غالبا وحد بدأت الحصة وحب بلعبة حصة دي هيا بناء انك حصة دي والا قلي الى صف صف عن قلن النمري غالبا هيا بناء النمري الحوار الثاني وضع الشيكيسي قيل لباد انظر ايق واستمع دقيسو واعد كعلي ندا الى انت للابات لي السلام عليكم نبت قلت ديش انها هاتو الهام واوحي تلي وعليكم السلام إذن كان نقول دوشي النهاهات ندى أبا واحد تري اسمي ندى أنا قمق عيقوان ندى أنا سورية كبر وحن هاي سورية ده. إلهام باتري اسمي إلهام أنا مقع عيقوان إلهام أنا سعودية كبر وحن هاي سعودية قولة لتي ندى واحد تري أنا طالبة أنا قو أرضيات بان هاي في جامعة دمشق وحن وحكبرتا جامعة دكتال دمشق
الهام الهام واحد انا طالبه في جامعه ام القرى وحنا نوح كبرتا جامعه ام القرى كتالا مكه ندى واحد تري في اي كليه تدرسين كليه قيبتها دغته كليه وا قيبتين الهام با واحد تري ادرس في كليه التربيه وحنا دغتا كليه التربيه اي مارته وحبرشده يا بربارنت او حق امارته معلمنمده لو برتو الهام واحد تري وفي اي كليه تدرسين انت أدوغنا كلية دادية تاوام حي ندا واحد الأدرس في كلية الطب أنا واحد وحكبرتا كلية عافماتك إلهام واحد سأكون مدرسة أنا قم معلمات بان نقون دونا إن شاء الله هدي الله إله هدو الله دونا ندا واحد سأكون أنا واحد نقون دونا طبيبة نخترت بان نقون دونا إن شاء الله هدي الله إله الحوار الثالث وحاشا كيسك صدحات وحوي انظر إيق واستمع دقيسو وأعد كعلي قاسم إنك لا وحولي أما إنك لا إلى هذا إلى أين تذهب يا غسان غسان هو الكيت تجيسام غسان بوحول أذهب إلى المدرسة مدرسة دي بنتجيا قاسم بوحول الوقت مبكر وقت قوى قار هراء الساعة ساعة الآن إمك السادسة صباحا واللحدي أرور نمو إمك غسان وحول المدرسة بعيدة عن البيت مدرسة دقولي قوي كفوقتهاي دبنا وانا قار ربحه قاسم وحول متى يبدأ اليوم الدراسي قارمو بلاب ما يا مالنتا وحبرشدو مالنتا وحبرش ما حلو قتشي ذا وحلقة مالنتي عشرةو بلاب ميان غسان وحول يبدأ الساعة السابعة وحبلاب ما يا مالنتا وحبرشدو وحبلاب ما يسا ساعة تضبط الصباح عن أرورنمو تضبط أرورنمو قاسم بقول هل تذهب بالحافلة موحد كتجي سام مدرسة بس غسان وحول لا ما يا أذهب بالسيارة بابور يرو تاكسيا أيام كتجي يا قاس بوحول متى ينتهي اليوم الدراسي قارمو رمانة يا مالنت وحبرشدو يعني حيصدها قارت الله قصر روح يا رمانة يا وقارم غسان وحول ينتهي ورمانة يا وقت وحبرشدو مالنتو الساعة الواحدة ظهرا ساعة كود الظهر نما مرك كود الظهر نما تهاي أي عشرة رمانة يا قاس بوحول كم حصة تدرس في اليوم إم سحي صدبر مالنت لقتا غسان وحول أدرس ست حصص في اليوم وحن لكتال لحي صدوم مالنتي قاسم بايد ماذا تفعل في الاستراحة وقتك فصحة اوضح ايا ان ايا مساسدة اوضح ايا اللوضة حيستدها دحضو الله صلى الله عليه وسلم محاد نص ساعها ونص ساعها محاد قبطان وسامحوا الاذهب الى المكتبة وحن تقى مكتبة وحبان خرستا او الى المختبر اما وحن تقى ماشا شاي بارك لابروتريقة ايا تقى اللوضة مدوان سمية المفردات هو رأيدي أول صور يميش كتري العرض واسو بندق انظر ايق واستمع دقيسة واعد كعلي مختبر وحوية واش ميش شاي باركة يلغو بارو وحيابها لباري جامعة يدنا واجامعة دوح لقبرت جامعة أم القرى أم القرى ويدنا آتك مكاكو تالا جامعة دمشق واتكو تالا سوريا صف وصفك يعني الاستاغي كلية وقيب شام عدد كم إذا شام عدد واحد وصي قيب سنتها كل يده عافماتك كل يده إنجنيرينك وحيابها مرك وصي قيب سنتها كل يد بين قطع كل يد الطب كل يد عافماتك كل يد التربية هي كل يد وحبرشاد يا بربارين تو أو أنا أورن كرنو تينك وصي مك عزيمة جودي هاي واتلقو برتو معلن ماذا يسوى حلوريكو مكتبة تون وماشة كتب تطالو جدول دراسيون وجدولك حيصده أي كقريهين أنت بحيث ما نقول بقى كعضهاي مواد دراسية وما دونك وحبرش إلا دكتور إكل دوان إلا قدر جنايا شام عضة أما يسقول كبا اللغة العربية واللغة العربية تاسنا الثقافة الإسلامية وأقانت إسلامك وحي أقانها إسلامك حقيسة كصابسا الرياضيات وحساباتك وحسابتها العلوم وساينسك الحاسوب وكمبيوترك لوحة وبوردك حصة وحصة لديغانيو استراحة ونص ساعة اختبار وامتحانك يدرسو ودغانيو يكتبو قرية ينظرو ايغي ارياد سينكو سومرنين التدريب وحوي التدريب الاول وليلس كوبات ضع علامة غلط صار على الكلمة الغريبة كلمة كعصب في كل مجموعة قيب كستو هذا الكلمه كلمه كعصب ان خلط كسار كلكا اينان سو ارق صف وين سو ارق مكتبه بيت
ونصار مختبر رياضيات طبيب علوم حاسوب الصباح الظهر المساء ارجع المساء ما ينان صومرين ما فيلا يا امك هل كنا كنا ينان صومرين السمك اوكل كلون كا كما ينان صومرين ان وا كو سو كلي ان كو جيرين حوارات كان مكان صومرنين التدريب تدريبك الثاني والله يسك لبات سيل بين المفرد والجمع واحد اسكو خدا جمع يا مفردك هلكا واحد كو قرن شهر ايا كو قرن وحالكو سنه كو قرن بعضا كاسي وا كو اشهر با كو قرن كاسا لا اسكو خديا حريق غرفه و نمبر كلبات واحد لو خديا نمبر الف كه او غرف صلاه و نمبر كسدحات waxa lagu qorayaa halka aad ku qoranta lagu xidhan salaawaatuna ee kaafrad waa xisatun waxa lagu qoray daalku meesha ku qoray la xidheysa oo ah xisasun ka sanad waxa weeye yawmun waxa lagu qorayaa ama lagu xidhinaya halka jiimku yelo ayama mufrad iyo jamaa isla doona yaani mufradatun idafiyatun wa arayo dheerad ah ard al ard wa sobardigi undur wastamii waaid eeg oo dhageyso oo ku cali الأولى واتكوبات الثانية واتطلبات الثالثة واتصدحات الرابعة واتأفراد الخامسة واتشناد السادسة واتلحات السابعة واتطبات الثامنة التسديدات التاسعة التسجارات العاشرة رياضة ساقرا التدريب الأول هضبة رتب الأعداد اسكوها جاتي تروينكا السادسة تبقى خلقها قبل عوي تبقى ترد هالك أصلا بتكسي وضيسا هالك واحد قرن التاسعة والعاشرة السابعة السادسة الثامنة انت اسكو واحد ترى هذا السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة سايس وهابي تي كوبات بقرا انت ضمان ساقو تبقر التدريب الثاني سلبين العدد وكتابته واحد اسكو خدا ترى ايو قران كيسا السابعة هلكا كو قرن هلكا دبه نواتا نمبر كي دي با كو قرن او سبعة التاسعة هلكا كو قرن واحد كو قرن تاهي التاسعة نمبر كا محوها أفراد بي كجرتا خاند أفراد هلكا كحوليري السادسة وحا كجرتا خاند شناد بي كجرتا كحوليري العاشرة خاند لباد بي كجرتا عشرة كحوليري الثامنة وحا كجرتا خاند كوباد كحوليري سايسوها قاتي نمبر كي ترد التدريب الثالث سيل بين العددين المناسبين واحد حوليري سا لباد ترو اسكوها بون اسليه العاشر بهلكا كو قورن وانا هلكا نمبر كو دالكا waxaa ku qoran العاشرة تطبنات waa مؤنث iyo مذكر isla doono نمبر كلاباد waxaa ku qoran السابعة تطبات waxaa dabadeedna ku qoran halka الف ku qoran yahay السابعة تطبات waa مؤنث isla doono labada waxaa ku qoran نمبر كسدح التاسع كسغالات بعدنا waxaa ku qoran التاسعة تسغالات labada isla doono افر waxaa ku qoran الثامن كسديدات هل كهذا نوح كقرن الثامنة تسديدات أو ما نذكيا السادس وبا كقرن نمبر كسنات واحد بيدنا كقرن هل كجيم ك السادسة تلحاد السادس كلحاد أو نمبر كسنة يوحى الرسول دوننا يا جيم هل كقرن ت السادسة كلحاديو السادسة تلحاد أو ما نثيه مذكرونا التراكيب النحوية تنوح التراكيب تحقق نحوية التدريب الأول ليلس كوبات هاتي جملا كما في المثال جملة ذا كان ستصالها كو قرن المثال تصال وحوي وحا قرن المدرسة بعيدة عن البيت مدرسة وي كفكت هاي قريقة وجملة هل كان وحا قرن المدرسة المدرسة بعيدة عن البيت مدرسة قريقة وي كفكت هاي هل كان وحا قرن البيت والمدرسة با قرن محلون البيت بعيد عن المدرسة مدرسة أيوك فوقي هاي هل كان مسجد الجامعة باقرن المسجد بعيد عن الجامعة مساجد الجامعة دوك فوقي هاي الصف بهل كان قرن الصف بعيد عن المختبر هل كان الشيبارك وكفوقي الصف الكلية الشقة محلون الكلية بعيدة عن الشقة شقة دوك فوقي المكتبة بهل كان قرن المكتبة محلون مركا بعيدة عن المختبر ويكفكت ماشا سيبارك لغو سمييو الغرفة الحمام بالكانا كقرن الغرفة بعيدة عن الحمام قولكو أما مقسنكو وكفك يا حمامك التدريب الثاني لايلس كالبادو حوي حول واحد قصة ما يسا اسبدل كما في المثال
ساتو صالحا قرن المثال تصالي وحوي تاء واحد أرديك وادحري سأكون مدرسا معلم بان نقول دونا إن شاء الله هدي الله إلى تاء اثنين أرديك اللي بندم حوري سأكون مدرسة وحن نقول دونا أنا قلنا معلمات ومؤنث وولدك إن شاء الله هل قام حا قرن سأكون طبيبا وحن نقول دونا دكتور إن شاء الله سأكون طبيبة وحن نقول دونا دكتور إن شاء الله سأكون طالبا أرديما نقول دونا إن شاء الله سأكون طالبة وحن نقول دونا أرديت إن شاء الله سأكون معلما معلما نقول دونا إن شاء الله سأكون معلمة إن شاء الله سأسوق كلام يعني شملة وغدي التدريب الثالث وهو لا يلزك صدحات حول كما في المثال اسبدل خصة ما ستة صلاهم قرن المثال طاء واحد أرضي كودحول أنا طالب في جامعة دمشق وحن أرضي كأهي جامعة دمشق سوريا طاء تنين بعد أنا طالبة ثم بيدو تنين وحن أرضيات كأهي في جامعة دمشق جامعة دمشق أنا عندك تا مركز جامعة أم القرى بهلك قرن أنا طالب في جامعة أم القرى أم القرى من وحكر دكتا أرضي بان أنا طالب في جامعة أم القرى أما أنا طالبة في جامعة أم القرى كلية الطب بهلك قرتها أيها قرن أنا طالب وحن أرضي كأهي في كلية الطب كلية عافماتك أما أنا طالبة أنا وحن أرضيات كأهي في كلية الطب كلية عافماتك كلية العلوم بهلك قرن أنا طالب أنا وحن أرضي كأهي في كلية العلوم كلية ساينسك أنا طالبة أنا وحن أرضيات كأهي في كلية العلوم كلية ساينسك لقبرتو أنا طالب وحن أرضي كأهي أوندكتا في كلية التربية كلية تربية أنا طالبة في كلية التربية أنا طالب في كلية اللغة العربية من أهيان أرضي كأهي أنا طالبة في كلية اللغة العربية أنا طالب أرضي من أهي في كلية الحاسوب كلية الكمبيوتر لقبرتو أنا طالبة في كلية الحاسوب وحن أرضيات كأهي كلية لقبرتو الكمبيوتر التدريب الرابع كأفراد أما الله يليس كأفراد وحوي حول كما في المثال بدل ساتو صالحا سو صوتهم المثال وحوي طاء واحد أرضي وحوري في أي جامعة تدرس جامعة ديباد وحكبر تا طاء اثنين بقى اثنين في أي جامعة تدرسين جامعة ديباد وحكبر تا أرضي يدي هاي وأرضي يدو الله الله مسجد بحال كان قرية تصلي في أي مسجد تصلي مسجد كيبت كنت كتا مركنين كلا الله الله وحقال الله في أي مسجد تصلينا مسجد كيبت كنت كتا قبري هاي في بيت تسكن مركن قرن في أي بيت تسكن قرية بعد دقنت وانك في أي بيت تسكنين قبري هاي قرية بعد دقنت هاي غرفة مركن قرن تنام في أي غرفة تنام قل كيبات سحتا أما في أي غرفة تنامين قبري هاي قل كيبات سحتا مكتبة تقرأ بهلكن قرن في أي مكتبة تقرأ مكتبة وحكو أخرى في أي مكتبة تقرأين مكتبة وحكو أخرى مركي قبرت هاي كلية تدرس بهلكن قرن في أي كلية تدرس كلية وحكو قبرت هوا إن نين مركل الله الله يو في أي كلية تدرسين وقبرني كلية وحكو قبرت ها شقة تنتظر في أي شقة تنتظر شقة ودورك قل يسكو حرم إلى شقة في أي شقة تنتظر شقة أتوجي سواتي أما في أي شقة تنتظرين هذا قبرتها الشقة دي بتوجي التدريب الخامس وحوي ليلس كسناد هاتي جملة كما في المثال وحلك على إذا الجملة ذو ست صالحهم كقرن المثال تصالي وحوي طا واحد أرض يجي كود بايدي غسل الفاكهة خطرة دي بوم مايري تبعنا يغسل الفاكهة بوم مايري خطرة دي اغسل الفاكهة خطرة ضميت وهو فعل كما دي مضارع يا أمرك شرب هو عبي يشرب هو عبي اشرب عبا هذا الليل اقرأ قرأ هو أخري يقرأ هو أخري اقرأ أغري كان سوو حاري يكنس هو حاري اكنس حاد شاهد هو طاوضي ستي فيك أكري يشاهد هو طاوضي شاهد داو سمع هو مغلي يسمع هو مغلي اسمع مغل كتب هو قري يكتب هو قري اكتب قر التدريب السادس ليلس كالليحاد حول هذا اسبدل خصوصا ما اريادا اما كوين كل باب بدليني وقيمه فعل كالو بدلي كما في المثال ستصالها المثال تصالها طاء واحد ارديق كوباد كتب المواد الدراسية وحو قري
ما دوين كوحو قري وحبر شأي قري اكتب واحد قلتها اكتب المواد الدراسية واحد قرتها ما دوينك إيو مارتي ما دوينك حلو برشلة ما دوينك هو قيبها كل دوين إلى قبرنا يتشام عاد أما يسقولك أيام ما دوينك دراسوينك بركة كواسو كل أبدلوح الشرب القهوة بنكي بعبي أشرب القهوة بنك أنا عبيا اشرب القهوة بنك عبوا قري قرأ الكتاب كتابك أغري يقرأ الكتاب كتابك أغري اقرأ أغري هل كان واحد قرن كنسة الغرفة قل كي بحاري كانت الغرفة تقول حالي يكنس الغرفة تقول كي بحالي أكنس الغرفة قل كحال هل كان شاهد التلفاز باكو قرن شاهد التلفاز تيفيك يشاهد التلفاز بوضاونا شاهد التلفاز الضاو سمع الأذان أذان كي ومغلي يسمع الأذان أذان كومغلي يسمع الأذان أذان كدقيسو كتب المواد الدراسية بها القرن قرن كتب وحقر المواد الدراسية ما دوين كي وحبر شضا يكتب وحقر المواد الدراسية الدراسية تبقرية اكتب واحد قرطه المواد الدراسيه ما دونك واخبارشه قر ملخص التراكيب هلكنا واخا وهي تراكيبتي او لا سو اوروريي هلكا واخا قرن ساكون مدرسا واخا نكونيا معلم ساكون طبيبا واخا نكونيا دكتور ساكون طالبا اردبا نكونيا ساكون مدرسه معلمه با نكونيا ساكون طبيبه دكتوره با نكونيا عمرك دمر يهين ساكون طالبه اردبا با نكونيا كتب او قري اكتب قر شرب وعب اشرب عب قرأ واخري اقرأ اخري كنس وحاري اكنس حال شاهد وطاو شاهد داو وفعل كما دي امركي غسل ومري يغسل ومري يغسل مري مكنا صدح دي فعل استبيال شرب وعب يشرب وعب يشرب عب قرأ واخري يقرأ واخري اقرأ اخري كنس وحاري يكنس وحاري اكنس حال شاهد وطاو دي شاهد وطاو شاهد داو كتب وقري يكتب وقري اكتب قر وحا غيبه صدح أسألك صدح قيب قيب تفرد حوي أنا طالب أنا أرتبان هاي في جامعة دمشق أيام وحكرتها أنا طالب في جامعة مع أم القرابة وحكبرتها أنا طالب في كلية الطب وحكبرتها أنا طالب في كلية العلوم تسلس وحكبرتها أنا طالب في كلية التربية وانكرتها يعني وحكبرتها هذا قفت مرة ثانية وحل بدل يوم تاضى لقدرية أنا طالبة في جامعة دمشق أيام وحكبرتها أنا طالبة في جامعة أم القرابة وحكبرتها أنا طالبة في كلية الطب أنا كلية عافمات كان وحكبرتها أنا طالبة في كلية العلوم أنا وحكبرتها كلية ساينسكا أنا طالبة في كلية تربيتي وحكبرتها كلية التربية قيبت سنادنا حوي البيت بعيد عن المدرسة قرقو كفقي هاي المدرسة ده البيت المسجد بعيد عن البيت مساجد قرقو كفقي هاي قرقا الحمام بعيد عن الغرفة قولك حمام كو كفقي هاي المدرسة بعيدة ويكفقتهاي عن المكتبة مكتبتها الجامعة بعيدة ويكفقتهاي عن المسجد مساجدك الغرفة قلك بعيدة ويكفقتهاي عن الحمام حمامك في أي جامعة جامعة ديباد تدرس وحكبرتها أما تدرسين هذا قبرتهاي هذا حكرتها في أي مسجد تصلي مساجدك كنتك تهدوني هاي أما تصلينا كنتك تهدوني قبرتهاي في أي بيت تكنس تسكنوا في أي بيت تسكنوا غريبات دقنتها هدوني هاي أما تسكنين أدقنتها هدى قبرتها في أي غرفة تناموا قل كيبات صحتها أما تنامين أدسحتها هدى قبرتها في أي مكتبة تقرأوا مكتبة دولها كو أخردها هدوني هاي أما تقرأين أدكو أخردها هدى قبرتها الأصوات وفهم المسموع إما كان وحوي عضتك يوحى لدقيستين لفهمه أولا الأصوات كل كروا عضتك التدريب الأول ليلسك الكوبات استمع لقيسو وأعدك علي غيم با مركا إنه قرر الحروف دي هجاي قابل المرينا مركا غسان وحوي وانين مقعي غيث واروبك غالب انه وانين مقعي غانم وامد قوليستي وغنيمة صحيحة لي غنيمة يفايدو وفائزة مقعنا ونقر ونسو مره مركي دويد غدير وحل قلك بيها اي كتشرا بيه وفرديان غزالة وقرنوكت مركا وحول قارة ووحوي لوي غالنا وحوي معناه وحضي ويان قام ويستاغي غام عركبا ضرورة يستوي قرر وقبوي هاي غر ويستويقهين وقروح بدن يهي قبور وحوي قبورها يحبارها غبور باحتنا قرن ومد بور بدن يعني بور بدن غبار باقرع غبور ومنكو غين كي هاي وبور بدن يهي قلبت يعني وي 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 جنبدي هي غلبت وي قوليستي اما وي يدا قوليستي باقون قار باقي هو جوغا
باغون وقار وحد المية رقيب وامد العلنية رقيب وحروحي بلارن مثلا سيد دوحة بلارن قدوها وين يا حتى قفك علوش وين رقيب على بطين أخرى ساقبون ساقبون ويطهروا ساقبون ساقبون معنى ذو حوية ودويحي ساقب مركو قين كينا وقاتشوني أويان baqlun waa midaha dhulka ka baxay ala cuno baqlunna waa baqasha faraska damarku iska dhalaan markay qeynka taa taqallab way surrugaysaa way taqallabna way xoog badanaysaa way guuleysanaysaa sabaqa uu dheereeyay way midna waa sabaqa oo waa qeyn oo waxa weeyaan waa sabaqa uu balaaran yahay marka nolosha balaaran tahay ay nolol raaxo leh lagu nool yahay saaqa uu kaxeeyay way saaqana waa marka qofku dhuniga iyo cuntadu ay ka digto ee hangurigiisa marto saabiqun waa mid dheereeyay iyo saabiqun waa mid yacni noloshiisu ay ballaaran tahay naasiq waa mid taxan oo marka tusbax la taxo oo kale oo isku xidhiirsan naasiqna waxa weeye waa qofka dhaleecaynta badan ee dhaleecaynta inuu wax dhaleeceeyo oo wax dhaliilo aada u yaqaana baaqin waa mid baaqi ah oo yacni baaqi ah waxay jira ama soo hadha baaqina waa mid daalim ah kuwaasina waa erayadaasi lagu toobarayo qofka atadriibu thaalith waa layliska saddexaad istamic waacid dhegayso oo ku celi tana waa qur-aankii xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shams halkii cadceedu ka dhacaysay dulqarnayn wajadahaa wuxuu helay oo ogaaday oo arkay cadceedii oo taqribu ka dhacaysa fii caynin ilbiya ah xami'atin oo dhoobo leh sida ay markaa u arkayay isagu waxa uula muuqatay meel biyo ah oo dhoobo leh ka dhacaysay wawajada cindaha halka ay ka dhacaysay agtiida wuxuu ka helay qowman dad buu ugu tegey faidaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab kallaa ina alinsaan la yadqa qof dadka insaanka ama bini aadanku waxa weeye waa mid xadgudbaya arraahu staqnaa inuu isu arkay mid ilaahay ka maarmay oo kale falaa yaqurannakum billaahi alghuruur yaanuu idinka duufsanin ilaahay shaydaanka wax duufsadaa gulibat ruum waxaa laga guulaystay reer yurub fii adna alard waa dagaal waqtiyadaa dhacay dhulka halka ugu dhow ee dhulkii faaris ugu xigtay xuduudda ay la lahaayeen baa lagu jebiyey wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuun guushaa laga guulaystay kadib way guulaysan doonaan ayaa ilaahay yidhi oo mar dambay reer ruum jebin doonaan reer faaris marka hore ruum baa la jebiyey halka ugu dhow ee xuduudda ah ee faaris ugu xigtaa lagu jebiyey reer ruum baa iyaguna guulaysan doona faaqwaynaakum bal waanu dulluminay bay idhaan kuwii madaxda ahaa innaa kunnaa qaawiin annagaa lunsanayn sawaa-un calayhim waa isugu mid baa ilaahay yidhi astakfart allahum haddaad dembidhaaf u weydiiso kuwa munaafiqiinta am lam tastakfir lahum ama aana dembidhaaf u weydiinin lan yakfir allahu lahum ilahay uma dembidhaafayo rabbanaa allah iyagoo haa ulaa'i kuwaasi alladiina waa kuwii aqwaynaahum kamaa qawayna waanu luminay saan annaguba u lunay bay idhahen annagaba waanu lunsanay waa kuwa madaxda ah wamaa kaan linnabiyin nebi uma sugnaanin an yaqulla inuu khiyaamo sameeyo waman yaqlul qof kastoo khiyaamo sameeya yaati bimaa qalla yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhu keeni doonaa wixii uu khiyaameeyey athaaniyan fahmu lmasmuuc wixii la dhegaystay waa in la fahmo oo qofku markuu wax dhegaysto cajaladuu leeyahay cajaladaa dabeedna markuu dhegaystay inuu fahmo weyn التدريب الأول ليل اسك كوباد استمع كل كورة دقيسة إلى الحوار وضع تشاكيسك عجل دك دقيسو ثم ضع علامة صح علامة صح وحا صارتا في المربع المناسب مربع كوها بون صار التدريب الثاني وحوي تصالها اللباد ليل اسك اللباد استمع إلى السؤال سؤال شد دقيسو ثم ضع الرقم تبعدو حد دكتها نمبرك في المربع المناسب مربع كوها بونسار التدريب الثالث وحوي ليلس كستحاد استمع إلى الحوار حوار كدقيسو ثم ضع علامة الصح علامة الصح وحصارتا في المربع المناسب مربع كوها بونسار التدريب الرابع استمع إلى الفقرة فقرة رنو اسكوحرن دقيسو ثم ضع علامة الصح في المربع المناسب تبعنا علامة الصح صار مربع أما فرقيس لها
لبا جبارانها كو هبون متى يستيقظ احمد غورم احمد توسا كم يوما يدرس في الاسبوع ام سوي جي وحدكتا متى يذهب الى المدرسه غورم مدرسه تغا كم حصه يدرس في اليوم ام الصبح صوت بودكتا مالنتي كيف يذهب الى المدرسه سيده مدرسه كو تغا ملوق بو كو تغا مبس بو كو تغا مباور ير بو كو تغا ماذا يدرس احمد احمد محو دكتا الكلام إما كان هو هذا الكي التدريب الأول ليس كوباد تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال وحسب ويرستان وضع هذا يوضع شيكي صاحبك ويديني ورعلينا أما يشيك وضع شيكيس المثال طا واحد بحر إلى أين تذهب يا أحمد هل كي تجيس أحمد طا تنوح لأذهب إلى المدرسة مدرسة أن تجي طا واحد بحر الوقت مبكر الآن وقت قوى قوره إمك تأتين وحول المدرسة بعيدة عن الميت بيت مدرسة دا أقولي كفك دا بدا نساسان وكالله هي تا واحد هل تذهب بالسيارة مبابور يربط قطك تا وتكسي قوى قلاه تأتين وحولي لا ما يذهب بالحافلة وحن قطك بسكا راعا هل كا المكتبة أيال كان قرن المختبر باك قرن المسجد باك قرن الكلية الجامعة انتن لك بعد قسمين كرتا حضران كرتا الى اين تذهب يا احمد وحورنا مركا اذهب الى المكتبة بانتقية الوقت مبكر وقت قوى قوار هوري المكتبة بعيدة عن البيت مكتبة قولي قوي كفوكتهاي هل تذهب بالسيارة مياد كتغيسة السيارة وصورنا لا اذهب بالحافلة بس بان كتغي مختبر كنوا انتن لك الى اين تذهب يا احمد هل كي تغيسة احمد وصورنا المختبر اذهب الى المختبر وحنتقية ماشي شاي بارك الوقت مبكر الآن وقور هوري واتكالله يساب أورني يا مركا وصورنا يا المختبر بعيد عن البيت ماشي شبار قولي قوي كفوك تهي صورنا يا هل تذهب بالسيارة باول يربط قلت لي صورنا لا ما أذهب بالحافلة فحن قلت لي يا حافلة المسجد نوع انتين لك إلى أين تذهب أقول لك يا أحمد أذهب إلى المسجد بس يا كان تقي يا أبو الليها صورنا الوقت مبكر الآن وإما كوا قور هوري صورنا يا المسجد بعيد عن البيت مسجدك قولي كفوك سوني هل تذهب بالسيارة؟ واحد قلت لي سيارة وباور يرى سوني لا أذهب بالحافلة بان قلت لي الكلية نواين تاين لك الورنية ووحو إلى أين تذهب؟ هل كي تجي سأذهب إلى الكلية أيان تجي الوقت مبكر الآن إما كوا قور هرى الكلية بعيدة عن البيت قولي قوي كفوك تهي هل تذهب بالسيارة؟ وباور يرى قلت لي سوني لا أذهب بالحافلة بس بان قلت لي الجامعة نواين تاين لك وصاص وقر إقبولي سو قف قو تبابرو إن أريير لقب دل جملة دبنا وتكرار فربضن قسم يوكو على عليو إلى أين تذهب حقيقة يا أحمد أذهب إلى الجامعة جامعة أن تجي الوقت مبكر الآن إما كوا قارهرة الجامعة بعيدة عن البيت بيت قولي كيف تجي جامعته هل تذهب بالسيارة ما أحد قلت لي سبابور لا أذهب بالحافلة بأن قلت لي أي أورنا يا مركا أنت هسي وحوي قاب كلو بدليو أمارت أنت على قط صارع أي على قصة مني التدريب الثاني وحوي ليلة كلامات تبادل السؤال والجواب مع زملائك ويديني ورس علين إسوي دار سدى هذه صاحب بضاع مركوار طور قف غيبتك بعد ألف وحوي واحد بعد أدرس في مدرسة فيصل مدرسة فيصل إلى ملك فيصل أكره أيام حكبرتا أما جامعة بغداد لبضاع تودون أورانكرا أين تدرس تودون هاي لو حورنا يا أنا مدرسة سان وحقو برتا أما جامعة سان وحقو برتا أدو هل كدو حقو لغتا طايتين بارني أدرس في مدرسة البخاري مدرسة للا مدرسة البخاري بان كو برتا أما جامعة أم القراب وراني هدو جامعة لغانا يو أين تدرس أدو حقا دو حقا لغتا طا ثلاثة أردقي ستحاد بارني أدرس في مدرسة وحما حقو لغتا مثلا سلمان أما جامعة الجامعة الإسلامية أين تدرس أدو حقا دو حقو برتا أيو سنورنا كي ستحاد دي يذكر وحو كل طالب من أرضه وليبا اسم المدرسة مدرسة مجعيدة أو الجامعة أما الجامعة مجعيدة التي يدرس فيها أو حكو برطو كل بطل ويديو باء وقيت لبعض وحوي ضاء واحد باء وحوي أدرس في اليوم ستة حصص أنا أقول ما أنت وحنك تالي حصة دوت كم حصة تدرس في اليوم أدوك مسيح حصة بعد ديك تا طا اتنين باي أدرس في اليوم سبع حصص وحنك تتضوح حصة دوت كم حصة تدرس في اليوم بك كلنا ويدينية إن مسال حصة بعد ديك تا تا اثنين باك إساءها تا ثلاثة وحول أدرس في اليوم خمس حصص
أنا وش نحس صوت بعد كتاه كم حس أنت تدرس في اليوم إم صادق تاه ده بالنسبة سوق سي جوابيا جيم واقعيب تاه صدق هذا تا واحد واحد أذهب إلى المدرسة مدرسة هن تجي جاي إلى أين تذهب أدوها كي تجي سا طايتني واحد أذهب إلى الجامعة أنا وش مع هذا تجي جاي إلى أين تذهب أنها كي تجي سا وقيس الحاضر ويدينيا مركز ورنا البيت الكلية المكتبة المختبر الطبيب البيت كل جان تجي الكلية تروح تجي الكلية ده المكتبة المكتبة ده تجي المختبر روح تجي ماشي شيبارك الطبيب اختار كمان تجي الرياضة صور نبى الله استعمال يا سيدنا مكتمل إنه استعمال الله يخلي الطبيب ثالث وحوي محوها ليلسك صدحات أجب عن الأسئلة التي سؤالها كجواب مستعينة بالصورة بالصور هذه وصور هذا كاسنية إلا نصورك واحد الماما إيه متى يستيقظ أحمد أحمد قورمو توسا صلاني الساعة الرابعة صباحا إما كأفر تبيو كنت أقنت هاي ساسا لورنية أين يسلي الفجر هل قلت كذا صلاة هل قلت كذا يسلي في المسجد مسألة قلت كذا والأوران كرا إلى أين يذهب أحمد هل قلت أحمد تقيا يذهب إلى المدرسة وكاب وقت ستين صورك واحد الماما إيه تنوح لك هالا كاشو أين أحمد الآن هل كو أحمد يمكن تشوغا في الفصل كلاس كو كتشرا ماذا يدرس أحمد أحمد محور لقنا إياه اللغة العربية وتصور كو قرن ماذا يقرأ أحمد أحمد محور أغريه إياه مثلا اللغة العربية أبو أغريه التدريب الرابع ولا يسك أفراد أكمل الحوار حوار كان لما يستر تاء واحد ويمرنتهي نعم أنا طالب ها أردي بان حق هراكو قرنتهي هل أنت طالب بأمركا كهرين كرتا ما أردي باتهي نعم أنا طالب هذا داي تني وحده نيجي تا واحد وين مرنت هاي أذوق بوحي حاجة ضم آخرى أدرس في جامعة في جامعة القاهرة أين تدرس بالله ونكره هل كده حكوا برتها أدرس في جامعة القاهرة أيام حكوا برتها هل كام حكوا قروا وين مرنت هاي قريب تهرة لا في كلية التربية هل كانوا قرن ولا صارون يا هل تدرس في كلية التربية ما كلية التربية ده حكوا برتها وصلنا لا في كلية التب وحكوا برتها كلية عافمات نعم بحلك قرر سأكون طبيبا إن شاء الله هل ستكون طبيبا مرة ثربان نقدون تا مسؤول لي نعم سأكون طبيبا إن شاء الله هدلا ثربان نقدونا هل من حقك قرن ومرنتها قريب تهرة أربعة أيام في الأسبوع كم يوما تدرس في الأسبوع بحلك الله نمرك إم سمع المطب دقتا ويجي مسؤولني أربعة أيام في الأسبوع أدرس أما أربعة أيام في الأسبوع أفر عشان وحركتا التدريب الخامس وحوي ليلسك الشناد هات جملا واحد كانت الجملة ذا سمي كما في المثال ستصالهم كقرن المثال تصالوا ضاء أرض يقول مريم مريم طالبة تركية مريم وأرض تركيا أولادتي تدرس في جامعة أم القرى وحكو حكبرتها جامعة أم القرى هي تدرس في كلية التربية كلية التربية ذا أي وحكبرتها هكذا محاكو قرن أحمد ما لزين اللغة العربية تساقرن يوضح لنا أحمد أحمد طالب وأرضي ماليزي تلك ماليزي ورشي هو يدرس اللغة العربية في عربي قبرتا زينب باكستانية العلوم بأخلاق وقرن زينب طالبة باكستانية زينب وأرضي فير باكستانة تدرس وحي وحي قبرتا في كلية العلوم كلية سينسك أنور سوري الحاصوب بأخلاق وقرن أنور طالب سوري وأرضي سوري هو يدرس في كلية الحاصوب وحي وحي قبرتا أم يروح وكبرتا كلية حاسوب أما يدرس الحاسوب كمبيوتر كبرتا صالحة مصرية الطب ساسا قرن صالحة وحوي طالبة صالحة وطالبة مصرية وأرديات مصر أولادتي هي تدرس الطب عافمات كبرتا التدريب السادس أجمع على الأسئلة التالية سؤالها نصوص عندك الجواب هل أنت طالب أرديات هاي نعم أنا طالب أدون غرتا أما لا أنا مدرس معلم بانا هاي هل أنت مدرس معلم بانا هاي نعم ها أنا مدرس أما لا أنا مهندس إنجينير بانا هاي كل بس واحد هاي في أي مدرسة تدرس مدرسة وحقولي قتا أدرس في مدرسة البخاري أيام حقوق برتا بانا قرتا في أي جامعة تدرس جامعة وحقولي قتا أدرس في جامعة أم القرابان قبرتا في أي كلية تدرس كلية تعدي قتا وكفكل كاقوام هاي في واحد أنا سامر أدرس في كلية الطب وهم يقولون كلية عافمات في ماذا تدرس محاضرتها أدرس الطب وهم برتا عافمات كم يوما تدرس في الأسبوع إم سمع المضاد وحديقتها ويجا
أدرس خمس أيام في الأسبوع شرع سنة وحرقتها كم حصة أنت تدرس في اليوم إما سحة صدول ما ننتقاتها سبع حصة أدرس سبع حصة في اليوم أما سبع حصة في اليوم وهم برتا فضوح صدول ما ننتقاتها متى يبدأ العام الدراسي قرمو بلا ما سنة دوكسيت يوقت واحد برشدو يبدأ في المحرم أيوه بلا ما متى ينتهي العام الدراسي قرمو لما هذا سنة دوكسيت ينتهي في شهر شعبان أيوه لما هذا كم عضلة الأسبوع متى عضلة الأسبوع وقرمة فصح ويجو يوم الخميس والجمعة ويوم الجمعة متى الاختبارات وما حي قرمة امتحان هذا القاضاء الاختبارات في شهر شعبان وقرب متى يبدأ اليوم الدراسي قرمة بلا ما مالن مالن توح برشدو يبدأ الساعة السابعة صباحا فضبط أرونيمو متى ينتهي اليوم الدراسي قرمة لما هذا مالن توح برشو ينتهي الساعة الواحدة ظهرا كود الظهر نقول ماذا تفعل في الاستراحة حتى ما يسأ وقتك نص ساعة أقرأ صحيفة أو أقرأ كتابا كتابا أنا خلصته متى تذهب إلى المدرسة قرمة المدرسة أذهب الساعة السادسة صباحا لحد الصبح نمو هل تذهب بالحافلة مبص بس كنت أكتا نعم أذهب بالحافلة أما لا أذهب بالسيارة باول يربان كنت أكتا أين جامعة أم القرى في مكة المكرمة أي كنت هلا القراءة والكتابة إما كانوا أخرس كي يقرال كي أولا القراءة مركو روا أخرس كي التدريب الأول والليلس كوبات سل بين العبارة وصورة المناسبة واحد سكوحر لساء صور هذا الكا إيا صور كوها بون إيا كسور جيدا أحمد يذهب إلى المدرسة أحمد يحو تقيا المدرسة دا هل كتشيم كويال صور كويال ننك أبوغا ستوويان هو يذهب بالحافلة وحكو تقيا بس واسلا يساقيون أنا طالب في كلية الطب وهم حكبرت كلية عافيماتك في جامعة القاهرة كطالة وها كذلك كويا يلا سينيا أنا طالب في كلية التربية أيام وحكبرت في جامعة أم القراء أو جامعة أم القراء كمدة وكأسرة كباور كهوسية وي زينب تذهب إلى البيت كورجيتك تا هي تذهب بالسيارة بابو يربك تكتا وكباور كالكاسارا التدريب الثاني وحوي الله يلسك اللبات سل بين السؤال والجواب المناسب واحد سكوحر دا جوابتا سؤاشي جوابتا كوحبون متى يبدأ اليوم الدراسي بكوري قرمو بلا ما مالنتا وحبرشدو وحمركا كوحبون ككو قران جيمكا يبدأ ساعة السابعة صباحا وحب بلا ما ساعة تطبضا متى ينتهي اليوم العام الدراسي قرمو لما دا سندوكسيتكو وحمركا كوحبون كذلك كو قرن ينتهي في شهر رمضان بشهر رمضان برضو ماذا إلى أين تذهب الآن هل كذي مك تجيسة أيك ويدي وها مركا كو قرن وها كوها بونك بعض كو قرن أذهب الآن إلى المكتبة إما هو مكتبة أن تجيه متى يبدأ العام الدراسي قرمو بلا ما سنة دوكسيت كي وح برشدو كألف كو قرن باكوها بون يبدأ في المحرم بشهر محرم بلا ما متى ينتهي اليوم الدراسي قرمو لما هذا ما أنت وح برشو يعني حيصدها قور ما فصح لقى قال أمرك إذا ما نيان ما أنت على صره حق مدرسة ده أما تشامع عاد وحكوها بون كوه كقرية ينتهي الساعة الرابعة عصر أفرت الجلبني عصر كي أيوة لما هذا ماذا تفعل في الاستراحة محات سميساء وقت نص ساعةها وحكوها بون كأدو كقرن هذا أقرأ كتابا أو صحيفة وحنا خلصت كتاب أما شريط ما نخلصه شريط ما نخلصه لا بد من ذهان والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق.